نماذج كتير جدا في الحياه بتشقى وبتتعب عشان خاطر اللقمه الحلال، بتيجي بصعوبه بس بيكون قرشها في بركه. ام عمار كل يوم من الساعه 12 الظهر لغايه المغرب في نهار رمضان وفي الحر دون، وهي كمان لابسه النقاب وقاعده وجنبيها الضليله بتاعتها، عشان خاطر تعمل عروسه كروشيه او حتى تعمل مفرش وتبيعه ب 10 و 20 و 30 جنيه. هي دي الستات المحترمات اللي فعلا بتكون نموذج لشباب وبنات كتير جدا في المجتمع. أم عمار الست المحترمة الجدعة، أم لست أبناء، كل يوم في الوقت ده بتكون موجودة عشان خاطر تصنع حاجة جميلة وتهديها للناس. هو ده اللي احنا عايزين نوصله لكل المجتمع، ان في مصر في ستات فاضلات كتير. طبعا أم عمار زي ما انتوا شايفين الحاجة اللي هي بتقدمها حاجات يدوية، حاجة فيها مهارة فردية منها. هي كل يوم بتقف هنا في شارع 9 قدام بنك مصر عشان تعمل الشغل التطريز دول. حاجة جميلة بإمكانيات بسيطة إن هي بتعمل الحاجة دي وبتبيعها. أتمنى من كل متابعي أكلة عدنان إن هم يدعموها، وأتمنى كمان من الناس اللي بتشوفني إن هي تشوف أم عمار ست بتعمل حاجة حلوة وشغل فيه فن وقاعدة تعتبر على الرصيف. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. الحاجات عندك بتتراوح الأسعار بتاعتها من كام لكام يا أم عمار؟ يعني بتبتدي من 30، في حاجات ب 30، في حاجات ب 40. اه كده. في كرتي البعبع دي ب 10 جنيه. دي ب 10 جنيه؟ اه. الفراولاي ب 15. اه. الكريزه دي ب 15. اه. طيب وبالنسبه للعرايس الصغيره دي لحضرتك؟ العروسه الصغيره في ب 50 وفي ب 60 وفي ب 70. والثانيه الصغيره دي ب 70 اللي تحت دي. طيب انت ممكن تعملي ملابس؟ يعني في حد بيطلب منك ملابس مثلا؟ انا عامله بلوزات بس ما بتتباعش هنا. طب شكلها موجود عند حضرتك البلوزه؟ لا مش موجود. انا شايف هنا دي ان دي ايه دي؟ انا شلتها لان ما بقدرش اشيل دي. دي حاجات عشان ال يعني تحط عليها زي زهريه كده. ايوه. حاجه على الكومودينو، حاجه على الجزامه لا مؤاخذه كده. ايوه. وشايف انا برضو هنا في طواقي، ودي اساور. اه اساور لليد. ايوه. وده جراب شوير. المصحف. اه فين ده؟ جراب المصحف ده حامل المصحف. اه ده جراب مصحف. جراب مصحف ده بكام حضرتك؟ ده من 40 وب 50. طيب انا عايز اسال بقى حاجه، مين اللي علم حضرتك الشغلانه دي كلها؟ انا اتعلمتها في المدرسه زمان. في المدرسه؟ يعني انت اصلا منين اصلا؟ منين؟ اه يعني انت مدرستك كانت فين يعني؟ مدرستي كانت في الحدايق. حدايق حلوان؟ حدايق القبة. حدايق القبة، انت اصلا من حدايق القبة. طب بصراحة يعني انا بشكرك ان انت بتقدمي حاجة جميلة جدا. الله يخليك. وفي نفس الوقت كمان المنتج اللي انت بتقدميه ده يعني انا شايف حاجات كلها يعني فن، شغل فن ما حدش النهارده يعرف يعمله كتير قوي. الله يخليك. انا بصراحه يعني طب انت ما حدش جه قال لك طب تعالي علمي البنات اعملي مثلا معمل؟ كتير في ستات بتيجي تقول لي هعمل، انا هفتح مشغل وتيجي تعلميني البنات. اه بس ما بيجوش تاني بقى. لكن انت بناتي عندك بنات؟ اه انا معلمه بناتي كروشيه طبعا. اه وطبعا وهعلم احفادي ان شاء الله. الله اكبر، عندك احفاد؟ ان شاء الله. ربنا يديك الصحه. وبحب اعلم اي واحده محتاجه تتعلم بحب اعلمها يعني. ربنا يديك الصحه. لان دي حاجه جميله. طبعا حاجه جميله ان انت حضرتك بتعلمي الناس، وفي نفس الوقت كمان المنتجات بتاعتك يعني بفضل الله حاجه جميله جدا. وزي ما انا قلت لحضراتكم هي موجوده هنا في شارع 9 قدام البنك على طول بتاع بنك مصر، شارع 9 في المقطم. انت حابه تقولي ايه لكل الستات في الوطن العربي عشان شغل الكروشيه؟ بحب اقول لاي ست ان هي لازم تشغل مخها وتشغل ايديها في اي حاجه هي بتحبها، ما تسيبش نفسها كده يعني للملل والزهق والكآبة. لازم تعمل حاجه مفيده وتعلمها لاولادها برضو وتعلمها لاي حد، هتكسب ثواب برضو. اي حد عايز يتعلم تعلمه. ربنا يديك الصحه. انا متشكر بيكي الله يخليك. وربنا يكرمك. وانت عندك بقى اولاد قد ايه؟
انا عندي 6. الله اكبر. وكل يوم بتقفي من الساعه كام للساعه كام؟ من الظهر للمغرب. طيب في يوم اجازه عند حضرتك؟ انا ما باجيش لا جمعه ولا سبت. طيب وبعد رمضان المواعيد بتاعتك هي برضو كل يوم ان شاء الله؟ الحر ده بيضايق في رمضان؟ طبعا. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. ربنا يديك الصحه. الله يخليك.